اطلقنا بداية محاضراتنا عن طريق السكايب، اللي هي عم ممكن نتواصل مع عدة باحثين موسيقيين من كل دول العالم. بداية بلشنا مع الجامعة الأنطونية في لبنان والبروفيسور دكتور نداء أبو مراد، يلي عم بيقدم لنا محاضرات. طبعا هو المحاضرات عم تنعطى بالجامعة، عم تنقل عبر السكايب لطلابنا في سوريا. الموضوع عن موضوع السيمياء الموسيقي. السيمياء الموسيقي هذا الموضوع اللي بيخص الآلات التقليدية، الآلات الموسيقية التقليدية العربية، واليوم ممكن يدخل باختصاص الموسيقى العربية. الهدف الأساسي، نحن بدأنا اليوم في المعهد بأول الخطوات باتجاه الموضوع البحث العلمي، افتتاح قسم البحث في المعهد العالي. السكايب اللي فتحناها قبل معها صرنا سنة بالموضوع، أهميته الأساسية هي أنه نحاول نسد العجز بوجود الأساتذة ببعض المواد، وبنفس الوقت كمان يعني ما بحب ركز بس على ما في بس أساتذة، بس ممكن كمان نحن نجيب معارف جديدة بالنسبة لنا. أعطيكم مثال، مثلا فهلنا عم نعمل دروس بالموسيقى القديمة الباروك عن طريق كلافسان وعلى طريق طريقة الأداء اللي عم تصير هلأ برا عن طريق واحد إيطالي والآخرين، عم يصير هذا عن طريق السكايب. فالسكايب يفتح لنا مجال الاتصال مع الآخرين بدون ما ينتقلوا لعنا أو نروح لعندهم. المعهد كان بيضم خبراء روس يمكن قبل الأزمة اللي عم نمر فيها، فكان سياسة المعهد هو التعويض عن هذول الخبراء بكوادر وطنية من المدرسين، والبحث عن حلول البديلة لحتى نستفيد أكيد من الخبرات ونلاحق تطور الموسيقى. وكان أكيد فكرة الأستاذ أندريا عميد المعهد على الموسيقى هو قاعة سكايب لحتى نحن نحسن نطلع او ناخذ يمكن خبرات او دروس، سواء كان الآلات او سواء كانت محاضرات نظريه عن الابحاث العلميه اللي عم تصير بالموسيقى.